رجعنا مع عبد الله. مع عبد الله شو تايم كالعاده نربحوا برشا فواياجات ومع تها فواياج زاده لاجونس نيميرو 1 دي فواياج اورغانيزي اون تونيزي. مره هذه سهله ياسر باش تربحوا معنا فواياج للمغرب. باش تربحوا الفواياج للمغرب سيتو اللي تفرجوا فينا سهله ياسر، تدخل للباج نتاع تها فواياج تلقى ليفينمون تلايكيه تجاوب على السؤال وتبارتاجيها كيكا اوتوماتيكمون تدخل معانا في القرعه نتاع الجو. السؤال صعيب ياسر ياسر ربي انتم مره ذي صعبوها بالحق. المره ذي سؤال في اي مدينه مغربيه تقع ساحه الفناء؟ سؤال صعيب برشا برشا، وبالمناسبة قاعدين خاطر برشا توانسة يربحوا دي فواياج معانا للمغرب، نحبوا نقولوا تحية خاصة فما ببليك قاعد يتفرج فينا في المغرب، رانا نحبوكم. نبغيوكم بزاف لي زالجيريان لي تونيزيان وبرشا ليبيا يتفرجوا فينا، ضافونا برشا برشا ناس يتفرجوا فينا من المغرب العربي، تحية خاصة اليوم ونستقبلوا مع بعضنا توا الرابح معانا فواياج زادة للمغرب. أحمد فقي فقي خي فا خويا أحمد فقي مرحبا حيا أحمد. قلت فقي مش نتبول دراو معناها ماك تعرف السر يقعوا لك المشاكل هذيا في اسمك شي سماوك برشا مرات مرة الفقيه ومرة الفقير كل مرة كيفاش فقير زادة سماوك جملة واحدة فقي تحية خاصة لك منين أنت أحمد فقي سفاقس 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 أصحابنا سفاقس يحبوني يحبهم عايشك ربحت دخلت سمعت تفرجت في البرنامج تفرجت في البرنامج دخلت الباج تاع فواياج عملت جيم وعملت كومنتير وجاوبت على السؤال وربحت لو سامدي كلموني ربحت كلموك قالوا لك ربحت صدقت وي فرحت ولا عاد سي نورمال فرحت باش تسافر ديما ولا مش متسانس بس لا صار لي برشا ما سافرتش دونك فرصه باش تسافر وتمشي المغرب مغرب بلاد مزيانه برشا ونحبوها اي خاوي سلام مش مع خوله بسافرك برا باش تسافر وحدك ولا باش تكون معاك فرصه بور لو مومون وحدي شو تعمل في المغرب بون خليها في الستر وكا خليها في الستر تحية خاصة ليك عايش مرحبا بيك عايش بون فواياج عايش 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 وتوا توا نستقبلوا بعضنا رابور عنده ستيل ما فماش منه برشا في تونس ذامر ومحترف في البلاد وركيكه كما سمى روحه هو مش انا قلت وساعات كيف يضر له يولي ممثل يعرف اللي التخليط مش باهي اما حاول المره هذه يخلط ما بين المزود والراب نستقبله مع بعضنا فايبا مع الوقت الشايف الدب ومرقد حلم خوك المعقد يدي يعمل روحك عقد يدين الكل الفوق كان فهمت كان شلقت شطحت لي نعرقت الدولة شلقت يكلموا فيك بالبرة يا اخي هزيت وعلقت هزها مستحباب مع انكسرة كان شرقت بتبيعتك انطلقت ساقت موهبك فتقت وخفت عليين في كوشتك شم هزر كوتا الفنك وشتك في عود شد المايك شد لبوشتك شوف واحدة دروشكك وخفت عليين في كوشتك شم هزر كوتا الفنك وشتك في عود شد المايك شد لبوشتك شوف واحدة دروشكك تعفز تنفسس اجموع الطيب في البسس تجسس تتلسس تمشي في العفس تحت الدكس طلع الدكس طلع في الصور بيرك تنقس من الشخطك بالنفس بس النفس كانت تحسس المزرس المرسس ومتك وانسي الشيح يفسس عبيد تحب تمكس واندي عامل
في الوكس لقيت علاش كنت تركز وين ربخت في الحوم عشيري وربخت في المراكز وين مخلص شربك وما كان مخلص حتى التاكس كنت الفانك وشتك يعود شد المايك شد بابوشتك يا شوف واحدة دروشتك وقفت طريين في كوشتك شماسر كنت الفانك وشتك يعود شد المايك شد بابوشتك يا شوف واحدة دروشتك بتاع الميزيت ايش ليه شنيه اهلا وسهلا صفا خويا الحمد لله لاباس اقعد 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 صاحبنا يمين اي صاحبنا يمين خويا فما تشلبيق في الطريق فما تشلبيق في الطريق تشلبيقات في الطرقات فما اكيد فما منه الجو اكيد ملاليه باش اي باش اي توا سامحوني تعطينا ترى لا انا مهمشني صح شنو السيف شجره انا مش كرموسه ترى تعطينا ترى تعطينا ترى في قويل السيف شجره كل كرموسه ترى قولها زعما شجره شنو شنو ليه هذه شنو الحكايه مزود راب اول مره راها هكي خاطر فما شكون خدم مع المزود اما هو يعمل في حكايه وبعد المزود يعمل في حكايه انتم كي تبدا الحاجه مدرسه بالكدا تمشي من رجل عرفنا ساعه بالاخ قدمونا سكتم وفسروا اما انت كيف ما تعرفنيش لا لا مش كيفاش ما نعرفكش مش مهم انا نعرفك ولا المهم الببليك يفهم الحكايه هذه شنو هي وانت شكون فهموه امين امين قابلت انا وياه في ريزيدونس عملناه ولا عملنا بروجي اسمه اركز هيب هاب اركز هيب هاب باهي ربي واحد عليه يركز وواحد عليه الهيب هاب وانت عليك الركز ها يعطيك عبيد تركز وعبيد بستايل بالفلو بالركز ها عبيد يركز لك الحمد لله لقيت اتعس من هذا انا صفا مثلا تركز جونا به كل واحد والركزه فين تزوره لا الناس تعرفش اللي انت عملت نشيد الوطني بالمزود اي فوالا هذيك ركزه من ركزات نعرف ركزه من ركزات ركزه في الحاج الباب اي حلوه تعديت حلوه سلام هذه الراب جماعه المزود ما يتظلمش كانك خنتهم ودخلت اليوم خاطر يعتبروا الراب المزوديه صح يعتبروا الراب نوع من الميوع اما انت لطفي سامعني حاب نجاوب انا على الفازه هذه جاوب صح انت تعرف لطفي اللي معناها اي انسان يعمل مس في حاجه ولا يعمل في انسترومون ولا ديفلوبي في اي فازه الى انتري باش يشرشي باش يبدل حاجات ويحاول يديكوفري دي موند اخرين في الموسيقى هذايا كيما انت في اي فازه معناها تعمل فيها في الدنيا دونك اليوم كي نلقاو ريشيرش مزود يدخل ايدونتيتي نتاعنا نحن اليوم في تونس اللي بالرسمي الاندر جراوند نتاع تونس هو المزود معناها فرانشمون معناها وهي حاجه اخرى يعني فوالا سامعني سامعني يمين
اللي سيم. هو اللي هي اللي هي سام هو مين سام والله مسام بازم سامحني وخيام سام هو بالرسمي وخيام بالدنيا كي تلمينا في البروجي هذايا تلمت العباد راي خلي امين يحكي شويه خاطر هو باش يخرج خلينا عندك ميسيون فما برشا هي فما برشا موسيقى موجوده في العالم الكل فهمت وكل مثلا هيب هوب ما همش مع المزود والمزود جاب روحه وحده فهمت احنا يعني موجودين باش نخلطوا هذا في هذا يعني ما يعني ماهوش باش يفرقنا حتى شيء لا مزاربه شويه الغنيه يمين مثلا لازم تقول انت ايش تقول انت احكي لي انت كا لا انت ايش قاعد تقول لي بارو لا انا ربخت عمل جو ما العباد اليوم ربخت سوس جديده بتزيد على الاخر معناها هذه ميسيون نيميرو 1 عرفتك اللي حار وحلوك الجو هذاك صحيح تقول انت لي بارول خاطر سمعت فما كلام هكا فيه جو دمو بيديس تكتك التكتك تخطت تبتبت تتفقد تتبقت تهزت تحطت مع الوقت الشيء في الدب ومرقد حلم مخك المعقد يدي يعمل روحك عقد ليدين الكل الفوق كان فهمت كان شلقت شتحت لي نعرقت لتولا شلقت يكلموا فيك من البرة يا اخي هزيت وعلقت هزها باستحباب ما انكسره كان سرقت بطبيعتك انت لقت سقت وما واهبك فتقت والاخر كمل عاد وليه وفما شد المايك ودرا شنو خبز طاليان في كوشتك خبز طاجين اي شنو خبز طاجين خبز طاليان خبز طاليان خبز طاليان في كوشتك شمهز القوت على الفان كوشتك في عوق شد المايك شد بابوشتك شو تقصد بهذا شوف واحدة تروشكك في عود شد المايك شد بابوشتك شوف واحدة تروشكك شوف واحدة تروشكك وفنكوشتك شنية فنكوشتك اكيد كان بعد فما ايماجيناسيون في تونس فما العبيد تحب تيماجيني امين نورمالمون نقول لك مرسي اما انا طلب خاص لي تنفخنا كل معزة وتسمعنا حويش اي اي اه لايف عليك مرسي الولاد عندي صون جاوي به مرسي الولاد عاطف خليل حمزة أمين وطمكة وزادة زادة ما تنساش دخلوا معاكم الباند متاعنا تحية خاصة لهم بوبت ميلونج ميلونج خشين ياسر صار اليوم شفت كل الفن يتحل على بعض فرق اعطينا افكارك اعطينا افكارك اسمها نفرقعوا افكار هذيا معناها كيفاش؟ هاي انت راهو ياسر مفرقع في مخك راهو مانيش مفرقع فيه انا نحسك بالرسمي لا باهيه باهيه بالعكس انا ارتيست يلا يلا يا اخي ارتيست مش مفرقع في مخه شنو يوصل مثلا عندك الحق انت مثلا جربت برشا انواع جربت التمثيل جربت الغناء دخلت الهيب هوب في المزود خدمت سولو جروب معناها وين تلقى روحك اكثر انت شنو بالضبط فهمت
والله نجم كونسيدير معناها اللي اي اسباس نجم ساي فيه كرياسيون تاعي ساي فيه كرياسيون تاعي معناها جوي باهي تحط كاميرا بانك نحكي مع الكاميرا تاع انتيري باش تكون انت كيف ما انت سي لا بيرسون اللي انتريسونت نجم نحكي معها هاي نحكي معها كان عنده افكار نحكيهم اي معناها انك تلوش على روحك ولا سي ان مود دو ترافاي كارتيست بيان سور انا نلوش على روحي وانا نعمل في الحاجه نحب عليها دونك نخدم في الحاجه اللي نحبها انا دونك الكرياسيون تاعي باش تنفعني انا بطبيعتي معناها دونك كي نلقى ما مش الجمهور العباد اللي تحبك اللي فان لا فما عباد عندها ريزيستنس في ريوسا كيما نقولوا نحنا واللي سي بالرسمي يقول لك راه السنه هذه فما تخميم راهي في الوسط امبوسيبل ما نمشي نعمل هكا راني معاك نقول له انا عشيري راني معاك على الاخر اما ريزيستنس راه فما تخميم بنينه فما عباد راهي تحب تعمل حاجات باهين على الاخر اما هاو كون جيسي دو مو بريزونتي ميدياتيكمون اون فا دير نحاول نجيب فازة في البنين معناها في الجديد جو سي با ديتر ما نحبش نكون سويفور في الحياة كي نورمال نحكي كيك لا نعرفك فايبر جديد عليا باش نفركوهم زوز مع بعضهم بي شوف فايبر اقلب منظرك اقلب عاد اقلب صحيح اقلب منظرك كليب عملته ضرب قلب الدنيا عام 2012 بذايا انت ياسر تشهرت وتعرفت وي بيتيتر في الجران بوبليك الاكثريه غاب اول كليب اما فكروار اللي قبل فما كانت موسيقى كنا رابي لا كانت موسيقى كانت راب ظهر لي اول كليب وقتها يعمل 2 مليون دو فيو تو ولاو يعملوا حتى اكثر العباد لكن اول كليب اليوم يعمل 2 مليون دو فيو هو كي تجي تشوف في الموسيقى في تونس معناها 1 مليون دو فيو في تونس في الموسيقى تخلقت بكليب اقلب منظرك معناها اي تفهم فيها ليش قلني انا فوالا دونك كيما قلت لك كون جيسي دو مو بريزونتي نعمل فازه جديده تعديت فاز الفيو هذه والفازيت ما عادش المشكله ماهيش فيو مواضيع اخرين تو اون ايسي دو كومبوزي حاجات نعملوا من وقتها ما عملتش النومبر هذايا نتاع فيو صار ليه صار في اسمك اسمك صار في صار في برشا في تونسي لطف في شدكة في برشا حاجات معناها صار في تسربيا زادة صار شفناك زادة اون سولو شفناك في مع اسمه دبو كوليكتيف اكزاكتومون دبو الكوليكتيف دبو ديجا سي لو بروجي معناها اللي انا نعيش بيه ونعيش فيه معناها التو نعيش بيه ونعيش فيه معناها فهمنا شنو هذا دبو كوليكتيف دبو سي ان كوليكتيف ومع جروب الباندا زادا مع جروب الباندا الباندا سي ان بروجي نتاع دبو نتاع الكوليكتيف دبو دونك دبو سي ان كوليكتيف اللي يلم برشا عباد تعمل في برشا حاجات راب موسيقى تكومبوزي تشطح بريك تقرفت نجار حديد اي فازه معناها اي واحد اي فازه اكثر حاجه تلمنا لي تا ديسبيري وانه بالرسم نحبوا نعملوا حاجات تقابلوا في ايش قاعدين تعملوا ابار اللي تحبوا تعملوا حاجات نقعدوا اون ايسي دو كري دي زيدي باش نعملوا حاجات دي بروجي ميوزيكو تياتر دانس اي مي لي كوليكتيف هذوما ما تشوفش اللي كثروا خاطر يلقاو في دعم وزاره الثقافه وشويه فلوس اسهل من انه والله حاجه البيه اللي ياخذوا في دعوم ولا صحح لي ياخذوا في دعم لي كوليكتيف من وزاره الثقافه سي با تو لي كوليكتيف الكوليكتيف نتاعكم هذا الكوليكتيف نتاعنا خدينا مره سوبفونسيون بوغ مع وقت فيستيفال حمامات بون خدينا فازه مع فيستيفال اي فهمتك دونك هذا سو جونر دو كونيكشن اللي يصير مع الوزاره ما تبدا فما فيستيفال عند حمامات عندها اون دات باش تخدمها هيب هوب دونك ال دو كونيكتي دي كوليكتيف كي تعدى على الدبو معناها تلقى روحها اللي هي الا لي بون زيليمون باش يخدموا الفازه هذيك فهمتني شوف انا البيت نتاعي اليوم كي نستدعى انسان كيفك فما ناس واضحه بالنسبه للشعب التونسي yes. واضح يعني في موسيقى معينه امزاودي يا مغني درشنويا واضح ولا فما رابور واضح انا اليوم جوست نحبك باربع خمسه كلمات سيريوزمون راه انا نعرفك خاطر فما ناس نحبك توضح لهم شنو هي فنك شنو هي رؤيتك شنو هي بالضبط فايبا شنو معناها فايبا ديجا على سميت روحك فايب والله فايبا حكينا فيها هو قبل ديجا مسالش فايبا سي السونوريزاسيون تاع الكلمة فايبا هذيك هي اللي خرجت الكلمة ما عندهاش معنى سبيسيفيك للكلمة كل حرف واحد ولا عندها كلمة ليه السونوريزاسيون تاع الكلمة هي تحكي على البرسوناج بكل اي شنو هي الباس فوندامونتال نتاعك نتاع فنك معناها شنو هو بالضبط كي نحيو لي بروجي هذوما الكل شنو نلقاو نلقاو جازمان نلقاو رابور نلقاو ميوزيسيان شنو نلقاو تلقى انسان ستريت على الاخر تلقى انسان ستريت على الاخر ستريت في راسه ديما يكومونيكي مع العباد يحب يحكي مع العباد يحب ينسبيري من عند العباد يحب شكون يحكي له حاجه جديده باش يقدم بها القدام نقبل الكريتيك على الاخر نقبل الكريتيك
ونحاول ديما ندز القدام ونفيزي ديما الفوق، تفيزي في القمره حتى كي تيح تيح على نجوم، اما نرمال حتى القمره راهي مش صعيبه على الاخر، حسيلو معناها في تخيل هذيك نتاع راهي ريزيستنس، جيسي دو ريزيستي. شديت في ريزيستنس، انت تحب توا الكلمه ذي تماركيها حسيت. لا ريزيستنس ريزيستنس هذيك نتاع ريزيستنس، احنا في تونس احنا توا الحياه ريزيستنس هذيك تجي في الشوفاج. لا ريزيستنس ريزيستنس معناها ريزيستنس لو ريزيستنس تاع الشوفاج سخنا بها البنادر ودرابك. اما ذي ريزيستنس نحكي لك عليها انا ريزيستنس في الراس. فهمان اعطي ميساج نحب شوف باهي نحكي تعرف علاش جينيرالمون 90% من اللي رابور نحبهم نحب اغنيهم، اما 90% منهم ميساج احرقوا بلاد مش باهيه دمار. انت كي حكيت لي على الريزيستنس انا حبيت فدليك حبيت، اما نحبش معناها تحكي الجينيراسيون فما ناس الاف تتاثر بك فملين اش معناها ريزيستنس. نحب اليوم يعطي اليوم نحب نعطي ميساج للجون هذوما اللي يتفرجوا معناها راك في تونس نجم تعمل برشا حاجات وريزيستنس هذه تعجبني. شنو هي ريزيستنس؟ لا ريزيستنس لازمك تريزيستي الحياه في تونس اليوم، مش تكون تقول هي احسن حياتك وفازيت وجونا به في تونس، فما برشا حاجات كونتراديكتوار وبرشا حاجات في كيما نقولوا احنا في السيستم لا علاقه بمخاخ العباد، العباد مخاخها محلوله اما السيستم مازال بلوكي شويه في برشا فازيت. دونك لهنا في تونس الاكزرسيس صعيب اكزاكتومون، تنجم انت تعدي دوفوار يجيك تمرين صعيب، اما لازم تعديه دوفوار كوميم، انت معناها مش عايش لهنا في تونس دونك تي دوا تروفي لي فاي. واحنا في تونس عندنا تكتيكه وتخمامه وتعرف تبيع وتسوق تعرف تنطر تجيب منا ما غاديك تفض امورك فهمتني، اللي هي هذيك ساكخي كيما نقولوا احنا الريفليكس في مخ التونسي اللي هذيك تريزيستي بها ديما فما فازت ديما تلقى حل كيفاش تفضها. تلي خليت ما فما عاش فما حتى شيء يا ودي خذ دقيقتين خذ دقيقتين سمح لي والله العظيم والله العظيم والله بالرسمي لا سامحني سامحني خمامها بالرسمي فما ثنيه فما بحاج يا حاج يا معلم تعرف شو عملت قلت لك اعطيني ميساج بوزيتيف تعرف شو عملت انت كنرجع حالك الفيديو تدوخ حكيت بيساج طياره برشا في الاخر قلت خذ دقيقتين دقيقتين عملت ليه عملت هكا خذ دقيقتين اثنين اثنين مش خذ دقيقتين نتاع الاخرى نشل بيدي انا لا والله هكا فاش فهمتوها تفهمت خذ دقيقتين قول مش نقصد دقيقتين هذوكم قول صاحبي ولا عندك زاد دقيقتين هذوكم موجودين بس خذ دقيقتين بس يمين تخذ دقيقتين ما سمعتكش بس يمين تخذ دقيقتين خمامه مليح عملت دقيقتين قبل ما تجي عملت من عليه بالحق شنو بالحق عملت دقيقتين قبل ما تجي ريزيستونس ديما نعمل دقيقتين ريزيستونس ديما نعمل دقيقتين اي ما حسيتش نشوف واحدة تروشك كعاد نشوف واحدة تروشك هاك درت عليا صاحبي انت حسيت درت عليك ليه شوف واحدة تروشك يا زياد يا بنا نحن نشلو شلين نجيبو جيبين شوف... كثعبين راه شوف... ما بعضنا نخذوا فيها الفازة ماني خذوا فيها ما بعضنا رانا يا لطفي خذوا فيها ما بعضنا الفازة ماني شتي نعملوا ما بعضنا برسي ميمتكم عملوا حس يا ودي من غير استنيني فما عبيد ولا يا ودي فما عبيد ولا فوالا جاوبونا جديدك خلنا نحكيوا على جديدك ريبريزنت ساوند 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 اللي كنا نسمعوا فيه الصون اللي كنا نسمعوا فيه هذايا مع الباند احنا في معناها في البروجي نحب نقدموا فيه ونخدموا البروجي قاعد يقدم من القدام بالكدا واي انسان يحب يعاون فيه مرحبا بيه اما سينو هو باش يقدم بطبيعته البروجي دونك فوالا على الاخر كرياسيون جديده في تونس تامبر نتاعنا في تونس بالرسمي نجمو نحكيو مواضيع بالرسمي نتاع تونس اليوم ستريت تعرف اللي كي يحب يسمع سامحني لو تخيل كيما حكيت بالرسمي انت كمان بالرسمي ولا يا اسكت بالرسمي خاطر يا اسكت بيه نحكي معاك العبيد اليوم اللي تكتب تعرف تكتب راي تعرف تكتب من الشارع تعرف تنسبيري من العبيد في الشارع دوك العبيد اللي تعمل راب راي بالرسمي تعرف تكتب ابري لا مش ايبوب على الاخر عندنا نيفو نتاع ايبوب في تونس اما لازم تعدل كرياسيون تبدل خويا الاجواء معطينا لغه جديده تنجم تكون تعرف ترابي راهو نورمال على الاخر معناها مش فازة ما ماكش عامل مزيان انت رابور وتعرفش ترابي شنو معناها انت رابور تعرف ترابي معناها فهمت اما لوجيك برشا كلامك برجوليه معناها تاع دقيقتين كلامك ولا بالرسمي ولا بالرسمي اي نعرف تبقى فيك اللي ساكت انا
دونك رابير يعرف يرابي كيما تبيبي زعما خاطر اليوم فلان يعرف يرابي يا يبدهتو كيما مثلا نجار يعرف يصلح باب واو اي مثلا انا قاعد تعلف برشا حاجات اليوم ولا دوخ ولا ولا مبام حتى انا ولا توا الالبوم اللي خدمته هذايا بيه خليني ايه خليني موضوع صحيح أبار سا فما الكوليكتيف دبو اللي كنت نحكي لك عليه يودي نحكيه على الالبوم صيبنا ذيك حكينا فيها مش نحكي لك مش نحكي لك شلين تبع الشلين فما شلين فما تشلبيق في طريق فما تشلبيق في طريق شتابت الميكس تيب نتاع الكوليكتيف فيها ديز ارتيست اللي كي كوتوا الاستوديو نتاعنا معناها برشا بوكو دارتيست يا يدخل الاستوديو تمزق ديما الحياة هذيك بطبيعتها دونك فما موسيقى باش تخرج طب بعد نعطيكم مود دومبلوا نتاع الكلام اللي يقول فيه تتفهموا اكزاكتومون يدي ولا يفهموا فيا ولا ولا بالرسمي ولا يفهموا فيا تفهموا فيا تفهموا فيا جيبي حسيرو من واحد حتى المهم فهمكش قال لي اي يعمل هكا براسوي حسيرو حسيرو ميسيرش لا والله فما شكون يفهم فيها الفازة باز لا نعرف نعرف الربي انا الانسان هذاك اللي يفهم فيها فاش قاعد نحكي انا راني جلو ريبريزون راو انت ماشي في بالكم ديما في نوع نتاع ميزيسيان ولا نوع نتاع رابور مش في بالنا احنا لا مش انتوما شكون انتوما لي رابور عندي لونجاج تيلمون ديفلوبي مثلا في موسيقى راهي انت خبرت عليا ما جات تعدي الفازة هذيا على خاطر ميزيسيان ميزيسيان اللي طوم ميزيسيان ارتيست ماشي في بالو الناس كل تفهم فيه قبيله انا اني في الدومين عطيتني كلام ما يلزمني نركح مخي باش نفهمه فهمنا بالضبط شنو هو الالبوم هذايا كله مزود شنو الالبوم نتاعك جديد كله مزود لا هذايا قلت لك كرياسيون ما فيهاش كان انا فيها ماتشي فيها لامبير فيها نا فيها بوكو دارتيست باش يشانتي وفيها ويرابي وفيها وي باش يصير ليفينمون هذا لا لا اون دون لا كرياسيون اون فا اتاكي اون ريزيدونس ارتستيك فيها الفازه فهمت شنو تمشيو بلاصه تقعدوا تمشيو نقعدوا نمزكوا نخموا فيها الفازه هذايا البرودوي هذايا وين باش يخرج وشكون باش يتفرج فيه البرودوي هذايا هاي اخويا اللي عجبته الفكره يجي خذ معانا رانا بالرسمي نحبوا نعملوا حاجه به يا على الاخر دونك هاي اللي حاب يجي يعمل لغه هاي حاب تمسك تعمل فازه هاي اخويا ليه ليه بالرسمي حسيله الكلب يا ودي انت تو قاعد تحكي لي على الكرياسيون انا قاعد نقول لك الناس اللي تتفرج والعباد اللي عجبتهم موسيقتك وعجبوا الكوليكتيف نتاعكم دو كرياتيفيتي دو كرياسيون والريتري باش تعملوه يا عمي كونتاكتي معناها الى دو كوا شنو كونتاكتي اي انسان يحب يجي يتعرف على الكوليكتيف ليه يحب يجي يتفرج فيكم يتمتع بالفن نتاعكم لو 22 لو 22 في الواكس لونسمون تاع الميكس تيب وباش نلعبوا كونسير واللي يجي يحب يخذ يخذ اللي حاب يجي خذ بيان سور كوي بيان سور كوي خويا خذان فما تشلبيق في طريق والله والله العظيم والله يا لك تاكي وي انت شلتني في مخي صاحبي يا اي خويا شلوها على تو مخي من داخل عملك عايش وحايش اي احكي لنا على الالبوم عاد فيه برشا غنيات عندك البوم بخلاف الكوليكتيف اكزاكتومون اكزاكتومون الالبوم اسمه ذاك اللي بيك صعيب عليك ليه ذاك اللي بيك اي وشنو هاي نعملوها معناها ما تشوفش اللي كي تخرج شنو هي نعملوها شنو رايك انت ترى انا البلاد مخليها لي زانفيتي ما عادش باش نتبول برجوليا لي برجوليا جيب الكرسي مش لهني صح ولا لهني ولا جيب الكرسي هذا هاي اقعد تاني اقعد تاني اقعد ما عندكش رافده لهني خلنا خلنا تو حكيت برشا على الكرياتيفيتي الالبوم نتاعك الالبوم نتاعك جديد نحب نحكي على الموسيقى نتاعك وانت تحكي لي على التل وحومه وشل اسالني انت اسالني شنو تعرف عليه الالبوم الالبوم نتاعك احكي لنا على عشرة مرسومات فيه موسيقى روك فيه موسيقى باونسي بوب على الاخر تحب تبانسي بزا شقاولك الزا بانسي بيك تحب تسباتشي في سلا اوجيك اوجيك تمشي اعطيني موسيقى اعطيني بان تمشي تحب تبانسي بزا شقاولك الزا بانسي بيك تحب تسباتشي يلعب في ريجيل وحي ونسلا لامور أزوار وفاميتي ترميتي شوف تشوف أقرب بيت المين تكسير جدار قاد يعطينا جروف جروف
موسيقى خير خاطر نحكيو في الابسولو كيكا على الموسيقى ما نمشي فيها اشرب صاحبي اي بيه باش تعداو توا الانترفيو تيك تاك حط في الساك سؤال قصير وانت تجاوب كيما تحب ما تخممش ياسر خلينا نشوفوا صراحتك ودنيتك اقوى رابر في تونس اليوم فايب تي فايب عندي بخلافك انت اي والله خاطر نحي انت من الحكايه اي نعاودوا من الجديد نحي فسخ فايبا من مخك مادامك هنا مادامك قوي ما تجيبوش ما تجيبوش جبوره راهو يعني يا معلم فهمتك يا لا ريت يا لا ريت 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 تي حسنا ريتي عارف نحصلوا بعد ساعه هكا 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 اي باهي سامحني اعطينا اقوى رابر في تونس فماش اقوى رابر في تونس راهي من الاخر معناها فهمني شكون خير راهو تبي نجاوبك على اسئله كيفك كي ما نجاوبكش عليها نقول لك فايبر خاطر اكثر واحد نعرف ناس ما سمعته بالكدي اللي هو انا يعجبني على الاخر معناها بالرسمي والله والله العظيم شي خاليه معناها يعجبني احسن رابور في العالم فهمنيش احسن رابور فما دي رابور ماركيو الاستوار معناها كاسحين معناه. احسن فلو في تونس احسن فلو في تونس دي ستيل ديفيرون زيدا فما برشا عبيد عندهم دي فلو يماركيو الوذن وفما عبيد لي فما برشا باهين وبرشا خايبين رابور تتمنى يكلاشيك كلاشيني ما نحب حتى حد يكلاشيني ويحط مخه انه باش ينوي لي الشر ليا انا بالعكس كان عنده حكايه يحب يريبريزنتي كونكشن نورمال اما مش حب يكلاشيني ديجا نيه مقعمزه دونك من غير ما ندخلوا فيه الموضوع معناها رابور عمرك ما تكلاشيه مانيش نكلاشي حتى انسان فايبر كان ما طلعتش رابير شكون تنجم تطلع؟ نجم نكون نعمل بروغراماسيون انفورماتيك مثلا. أول ما تبروغرامي شنو مخك؟ كان نوصل نعمل مخي في بروغرام سي. اش قولك واحد ينجم بروغرامي مخوصك؟ شارجي تيلي شارجي اللي تحب. ليه نولي نجم خاطر مش موجود. الصب اللي عندي صحيت شنو هما ليزابليكاسيون اللي تهبطهم في راسك؟ ليه والله نسمع الابلكاسيون فايبر نجم تبروغرامي نجم تبروغرامي روحك شنو هما ليزابليكاسيون اللي تهبط البروغرامات ليه توا سافا ليزابليكاسيون اللي عندي قاعدين يعاونوا فيا بالكدا اما كان باش نعمل ابلكاسيون نعاون بها يمكن العباد كان تحب العباد نعمل لهم ابلكاسيون فايبر يزيدوا يفهموا بها اللغه على الاخر كل واحد يعمل ابلكاسيون فايبر كي تعرف جي شوف شنو ما صار فما لغه ستريت سامحوني فما لغه ستريت معناها فما ساعات يمكن يقول شي شبيه الفوكابولير نتاعو ولا ديفيرون ولا كي لا نعرفوك عاد جديد علينا بالك شي حابين نجيبو لا معناها هذه اللغه اللي باهي فنان طربي يعجبك فنان طربي يعجبني توا محمد علي شبيل سياسي يعجبك سياسي توا سياسي يعجبني توا والله ما نجمش يعجبني سياسي يا ما فما ذكي خاطر ما ليه ما فماش سياسي يعجبني مانيش مغروم بسياسي معناها نو ما كلمة تحب توجهها للرئيس خسارة كان يعرضك الباجي اليوم كان يعرضني الباجي تلقاه طب معاه قاعد في قاعدة قول له والله شد ولدك من يديه برجولة يا والله نصيحة الأخرانية نصيحة تعطيها اللي رابور جون تحبوا يطلعوا توا كان تحس فيها بالرسمي يعملها كان تحس فيها بالرسمي يعملها بالرسمي والله قوي ياسر سلوكو ساوند صاحبي ساوند وفيلينغ بالرسمي كان تحس في الصون بالرسمي عندك ولا تحس في روحك عندك سونس دو ريتم في راسك وتنجم تكري حاجات وتحس عندك سلانج جديد تعرف تستنبط كلام تعرف تخرج كلام من الشارع تعرف سي تري فاسيل انك ترابي بالفوكابيولير الموجود ديجا توا
كرياسيون في الفوكابولير زيدا موجوده معناها. انا عجبني الكلام اللي قلته سي فري، فما تحس فما حرفيه، اما الاولانيه عجبتني السلوغان تاع كان تحس فيها بالقدا اعملها. اكزاكتومون كنت تحس فيها بالقدا اعملها. اه لا كنت تحسها بالرسمي، كنت تحس فيها بالقدا اعملها. تبع فيلوزوفي بتاع الشله، كنت تحس فيها اعملها. صحيت باهي صاحبي، ماذا بيا تسمعني ان فريستايل من خدمتك الجديد، ولا حتى حاجة شبابة قديمة تحب تعمل، ولا الزوج ولا شنو شنو معنا فريستايل؟ نحكيو حكاية؟ ايوه هسك الركاتات، انا هسك النباتات نقرمشو دويك الكاكاوات، يا كبريت وهبريت، ماك تعرف النوم في السيف ضربات ضربات حتى تلقى وين التبات، في الليل فما بركة جات، سرقة بقى جات، قطع بقى جات، منين من فرحة حشات، من سطح لسطح تلقى حنا حفلات، رد بالك تجيبهم معاك عشيري وتكر على الأخوات، وتولي منعط بصباع في جميع القنوات، كي جرب على الزيك وويت زيت وويت، سربي الخوك وهات، وكان عندك جروبة حياة سربيها في بلاتوات، تطلع في الجرادوات، جعلوا كاتوات، ديارو كاتوات، تييش علينا فيهم، قلت لك هزك الركاتات، هزك الركاتات. ايه سمعك فازة قديمة كنا نعملوها كل وقبل ما تولد انتي، الهيب هوب بدا عام سيريوزمون، الهيب هوب بدا عام 87 في تونس. قد ايه عمرك وقت؟ يعمل حتى أقل، أنا وقتها مازلت. ليه تونس انطلقنا في الهيب هوب عام 87، دينا الراب والتشتيح والبريك دانس والجو الكل 87 كنا نترفلوا، كنا نضربوا، كنا يشدونا البوليسيه كي تطول شعرك تعمل بلوطه تشتح يطلعوك في الكهرباء، ما عشتوش الشيء هذا 87 باش نعمل لك فازه وانت كنت تحب وثنمنا وثنمنا رابي غادي ولا نجيت رابي تكسر سنة بغصان عنا شانس في الشانسان والرابي حتى فننا بديم القعدة بنا رابينا ومزلنا لنا باس فيها إنا يو باس فيها إنا باس فيها إنا باس فيها إنا بنا عطينا وذن منا وذن منا نرابي غادي ولنا جيت رابي تكسر سنة البونسان عنا الشانس في الشانسان والرابي حتى في حنة لأن عملوا لك الحنة. تحب باند؟ عطيني باند تنمشي نمزك بتاع مع الباند وتنشحوها اللغة يوم. برا برا مزكنا مع الباند بالكشكوشة نس الكل نس الكل بالكشكوشة بالكشكوشة دي لعلينا موسيقى شطح المدينة حفلة ولا مكينيش خوض عينا كان بدي تدخل ما عادش فيها مينا كان بدي تدخل خبيهم عند بدينا ولادة ريبريزنتي بالمانية شفينا منعيش بسعد Bilkaskusha
Just moonshine.